الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم. حلقة جديدة من الصندوق، حلقة في غاية السعادة إنه تكون ضيفة الليلة الفنانة المميزة نسرين هندي. أهلا بك أستاذة نسرين، ومرحب بك في الصندوق. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين، وأنا مبسوطة جداً إن أنا لأول مرة أكون معاك، يعني رغم معرفتي بك إنك زول صديق وكذا، فأول مرة إن أنا أكون معاك في برنامج. والله أنا سعادتي أكبر بكثير يعني. الله يخليك. بجد يعني. مبسوطة، وبقول لكل الناس كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وأنا متشوقة إن أنا أعرف الصندوق ده. طبعاً أنت في كل البرامج التلفزيونية بيتم التعريف بالضيف، الفنان الذي قدم الأعمال الخاصة، الفنان التي سحرت الجميع، إحنا ما عندنا الكلام ده، لأنه بيقول دائماً ضيوفنا المعرف لا يعرف، فأي ضيف قاعد هنا هو زول معروف، فبيبقى التعريف مهم بفكرة البرنامج للضيف وللمشاهد يعني. طيب، نحن خلينا أشرح لك الفكرة بشكل عام. الصندوق ده صندوق الحياة، صندوق حياتك، ما هقول لك بكل ما فيه. لقيته شكله ظريف. محجوز الصندوق ده، حجزه حسي، محجوز ثلاثة لا 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 لا، عموما شكله هو طالما صندوق الحياة غايته شكله مشرف يعني، فهو جميل. الحياة بمواقف، مشاهد، نجاحات، لحظات فشل، اتهامات، ذكريات، كل الحاجات دي هتلقيها جوا الصندوق. إذا بتأذني إنه نفتح صندوقي نتجول معك فيه، تمام. نأذن والله عشان شكله السمح ده. نأذن طوالي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله. من اللحظة الأولى ما حكولك في يعني كده. والله يا أخي هو أنا ما عارفة ليه ذكرني ذكرني حاجات زمان كده. أيوه. يعني الصندوق شكله برا بيختلف عن جوا. طبعاً طبعاً. برا حديث وجوا فيه تفاصيل قديمة. أيوه قديمة. أيوه. هو ده اللي أنا لاحظته. أيوه. طيب خلينا أعرفك بالصندوق ده والحياة الحلوة. الغرفة، أول غرفة جنبك دي غرفة الأسئلة اللي هي فيها ثلاثة قوارير لو شايفاها. أيوة. بألوان مختلفة، دي بتبدي أنت بتختاري نوعية الأسئلة اللي داري تبدي بها، ما حقول لك اختاري، أنت حتشيلي حتفتحي حتديني السؤال اللي أنت عايزة تبدي به، تمام؟ ده بعدين حنجي جنبك طوال هنا الغرفة الثانية دي في شريط بتاع بنادول. أيوة ويز. ده لما نصد يا المواضيع شوية تبقى صعبة. طيب أنا ما طمنتني الغرفة الثانية دي، ما مطمنة نهائي. في مسبحة إلكترونية لو حابة تسبح. أيوة. أنت معنا في مناديل برضو. أنا ممكن أنا أمشي. أنا ما عايزة أتم الحلقة دي. يعني الحمد لله. طيب في مناديل برضو لو احتجت لها. أيوة. شايفها كثير شديد. أيوة. في هنا غرفة دي فيها حلاوة كويس، دي لو خشمي يعني، لا يعني بنحطها دايما للضيف عنده سكري مثلا، حصل خبط او كده او كده، وبنحطها للناس حتى اللي ما عنده سكري ممكن ياخذ منها عادي يعني، في اي لحظه دايره تشيلي ممكن تشيلي. لا تمام، لا ما في مشكله. تمام. طيب عندنا دي سبوره الفاصل كويس، طباشير وسبوره. عايزه تطلع فاصل في اي وقت بتشيلي، بس اكتب لي فاصل. طيب نطلع فاصل طوال. انا عايز تعصر شديد. لا على كيفك، قدرت تعصري عندك اي يعني دايره ترتاح شويه. المهم فالفاصل هنا في البرنامج مفتوح، ودي سبورته. طيب تستخدميها واستخدمه انا اذا المخرج طلبه مني. تمام. طيب تمام. دي الغرفة المحببة عند الضيوف طبعا، بقول دايما كده كويس. دي فيها وسائل مساعدة، اول حاجة عندنا الكورة دي، الكورة بتاعت التوتر دي كويس، دي اذا انت حابة دي بشيلها الضيوف طبعا من البداية لو دارين، ما عندها شرط يعني. ما في مشكلة، انا والله من هسه جسمي ثلج. ما عندك يعني؟ لا لا، هي بجسمي ثلج، بيعملوا لي شنو هنا في الغرف دي؟ دي فاتتنا، كنا نجيب دفاية الموسم الثاني ان شاء الله. الحاجة الثانية في الفانوس السحري. ايوه. ده بيحذف لك سؤال طوال، استخدمت مرة واحدة؟ ايوه مرة واحدة بتستخدمه. طيب. بشيل لك سؤال من غير اي يعني، ما بنطالب بحاجة. تمام. عندنا ده وسيلة مساعدة، ذكرت الاحتراف، ده برضو بيحسب لك سؤال لكن تديني احتراف لأول مرة للبرنامج، يعني احتراف ما قلت قبل كده، نقوم نغير سؤال ونشيل احترافك الظريف ده وكده. عقلة شفت كريمين كيف وسائل مساعدة كثيرة كيف؟ شديد والله. آخر حاجة عندنا النرد. ايوه. أو الظهر ده بنلعب به، وبعدين في أسئلة أنت وحظك على حسب في ظهر الصندوق ده، آخر حاجة بنلعبه. طيب. تمام؟ تمام. طيب مبدئيا كده رايك شنو في القصه؟ والله يا اخي اول حاجه متحمسه ولا متوتره؟ انا ايوه شفتها يعني، برغم انه الموضوع جميل وفيه حماس كده وفيه خوف برضو، ما بكذب عليك، مع انه والله يعني ما عندي حاجات يعني تخوف يعني، زوله مسكينه وزوله ماشيه كده على الحيط في حياتي كلها، انت عارف.
انا من هسه بوريك يعني. طيب فلكن في تشويق كبير. طيب يعني انا هسه يعني انا من اسم البرنامج متشوق اعرف الصندوق ده جواه في شنو. طيب. فتخيلت انه تكون مثلا مسابقه ولا كده، لكن انا ما قايله مسابقه فيني انا ذاتي. المهم ربنا يستر. خلينا نبدا، اختار لك نوعيه من الاسئله خلينا نبدا بها. البيت ريحك. طيب بما اننا نحب اللون ده اوكي، ف افتحيها اديك ليو. لا افتحيها عادي. طيب بسم الله. وديني اول سؤال خلينا نبدا نشوف دي نوعيه الاسئله ذات شنو اللي حنبدا بها. طيب بسم الله. خليها فاتحه عشان طيب. ما تدري خليها هذا زاني لهم كلهم ورا بعض طبعا. طيب دي اسئله اجيبي بلا او نعم طبيعتك كده تمام. ممكن تبرر يعني حتى لو اجيبي بلا او نعم. جزء من احباطك الدائم هو انتشار الفوضى داخل الساحه الفنيه وعلو صوت الاغنيات المثيره للجدل. والله يا اخي نعم فعلا حقيقي يعني ده جزء من حياه الاسهمر في احباطك. اي فعلا يعني ابرر ولا اي نعم. طيب انا لكن ملاحظه انه يعني بقدر ما كانت في اغاني يعني ممكن تكون مثيره للجدل او محتوى بيكون او ما عندها مضمون، يعني لو انت فتشت الاغنيه دي حتلقى انه ما عندها مضمون ولا عندها رساله ولا عندها هدف، لكن لقيت يعني الشعب حباها والجمهور حباها والناس حبتها وبقت متداوله يعني. لكن في نفس الوقت انت بتزعل طبعا وبيجيك احباط انه يعني في اغاني جاده وفي ناس شغالين وفي كده بتزعل من الـ يعني المستوى بتاع الذوق العام بتحس به شويه، لكن في نفس الوقت اللي بيخليك انت شويه تطبطب على روحك او مستوى الزعل ده شويه يعني خف عندك انه بتلاقي في ناس جادين، في ناس شغالين في اغاني هادفه جدا، في نوع ثاني من الجمهور بحب جدا او متذوق جدا لنوعيه من الاغاني الهادفه ذات الرساله او يعني ذات المضمون يعني. فطبعا في كل مجتمع في كل حته في الناس بتلقى في مستويات كثيره. أيوة. يعني او ناس اذواقها بتختلف. لكن بشكل ما بتزعل بقدر ما بيجي شويه بيجيك يعني تطمئن شويه يعني. لكن بشكل عام هو كان جزء من احباطك. والله طبعا اكيد ما احباطي انا برايي احباط لكل انسان محب للفن. انا ما بتكلم كزوله مثلا فنانه ولا لا، انا بتكلم كزوله مستمع للفن. طيب هدينا يعني سؤال ثاني. طيب اجيبي بلا او نعم، انت فنانه مصنوعه وليست موهوبه. مصنوعه كيف يعني؟ طيب انا اجيك من الحته دي. طيب طيب يعني انا هقول لا. طيب. لسبب واحد انه انا ما جيت بواسطه واحد من البرامج اللي هي بتطرح مع احترامي لكل البرامج يعني عرفتها يعني انا ما جيت بواسطه برامج صناعه النجوم. انا جيت زولا من نفسي يعني بمساعدة مجموعة من الناس لهم كل الاحترام والتقدير طبعا، لكن أنا ما جيت عبر برنامج صناعة النجوم. أنا اجتهدت ويعني الناس سمعتني بتقديم معين، الجمهور حباني من خلال طرحي لحاجات معينة يعني. أنا عندي ألبومات قديمة يعني ما عايزه اكبر روحي، لكن عندي البومات من 2001 من 2002، البومات من شركه البدوي ولقت رواج من الزمن ذاك. فانا ما جيت من صناعه برامج صناعه النجوم، انا طرحت نفسي كنسرين كصوت مختلف يعني. طيب اديني سؤال ثاني. طيب ما هو توت الرسائل ده استخدامها ماشيه كويس. مش عليك الله دي ما هي يعني ما وسائل المساعدة. انا ما احتجت لها هنا، شكلك انت ناوي عليه فخلال الثقيل يعني. اجيبي بلا او نعم. طيب هل رددت ذات يوم اغنية هابطة؟ بصراحة لا لا لا. تذكري والله يا اخي ما يعني هابطة بمعنى شنو؟ غنان الزمان يعني مثلا غنى البنات؟ لا غنى البنات ما ما هابط صح؟ لا في حفلة كده ما حصل يوم؟ لا 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 اضطريت اعمل حاجة تذكر لي حاجة؟ انا اساسا ما قاعد اطلع حفلات لا. عشان ما تقعد لا 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 انا ما انا اساسا
يعني انا ما برتاح في النوعيه بتاعت الغناء ولا بيركب معايا اصلا، ما بيجي معايا، مش في حياه كده ما بتركب مع بعض. أيوة أيوة. يلا انا صوتي يعني وشكلي ذاته ما بيركب مع يعني مع اي جماعه، مع احترامي والله ما يا هناي مالك مالك يا دنديف يا اخي. فشنو انا يعني اي زول بيشوف الحاجه بتناسبه شنو، انا النوعيه دي ما بتناسب معايا. طيب كويس، نحن انتهينا من القاروره، نشوف لنا واحده ثانيه. يعني انت قدرت تخلص القوارير؟ ايوه طبعا طبعا. طيب تقدر توقعني يا دندش؟ لكن انا ما حاسمح لك. لا 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 ما في طريقه اصلا. يلا اللون ده ظريف ذاته. طيب اللون الظريف ده اي لا انا ما عارفه شكلك. طيب. مقسمه. استخرج الكلمه الشاذه دي اسئله، طلع لنا كلمه شاذه. الكلمه الشاذه دي عشان الناس تكون فاهمه، هي كلمه مختلفه لكن احنا حبينا نقول كلمة شاذة على الناس زمان الامتحانات ونعيد للناس الذكريات بتاعت المدارس وكذا. كويس. طيب. فانت بتختار كلمة سواء سلبا او ايجابا، يعني اسم ممكن يكون اقل بكثير من الاسمين الثانيين، واسم ممكن يكون اعلى بكثير من الاسامي الثانيه اللي نقعد معاها. اسامي ناس يعني ما حنشوف. طيب جاهزة؟ طيب استخرج الكلمة الشاذة. رماز مرغني، انصاف فتحي، منار صديق. طيب اول حاجه انا بوجه لهم التحيه لانه الثلاثه صحباتي. طيب او كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وانا ما عارفه احمد ده قصده شنو، لكن حاستخرج الكلمه الشاذه اللي هي منار صديق. الثلاثه صحباتي. لا هو ما سلبا جابا، ولا يعني هي مميزه عن الثانيين مميزه او يعني خلينا بس نتكلم في حتة الأصوات. كويس. هما الثلاثة زي ما قلت لك صحباتي جدا وأنا بحبهم شديد وزميلاتي ولهم التحية، لكن أنا حتكلم من ناحية الأصوات. يعني يمكن رماز مرغني وإنصاف لما تسمعهم، أو خلينا نتكلم عن منار حبيبتنا، هي لما تسمعها بتجيك إحساس صوتها من الزمن الجميل، يعني صوتها بتذكرك ناس عشا الفلاتية وناس من الخير، يعني الأصوات القديمة. ف يعني بيختلف، لكن رماز وإنصاف أصواتهم يعني هو طبعا أصوات مميزة، أصوات جميلة، ف يعني هم عندهم بصمتهم. ف منار هي بتذكرنا بالرائدات. إذا منار صديق. نشوف منار صديق. نشوف سؤال ثاني. أتمنى إنه أكون إجابتي يعني أكون منطقية. بسم الله. استخرجي الكلمة الشاذة. معتز صباحي، طه سليمان، دكتور عمر الأمين. نحن هتستخرج الكلمة، لكن خليني أطلع فاصل وأجيك تاني. كويس؟ نطلع فاصل. تمام؟ الأعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. رجعنا تاني لأعزائي المشاهدين، ولا زالت معنا الفنانة نسرين هندي. قبل الفاصل عندك ثلاثة أسامي: طه سليمان، مختص صباحي، دكتور عمر الأمين. دارين منه الاسم في مجموعة الأسئلة اللي هي استخرج الكلمة الشاذة. والله يا أخي أنا حقوم أكون زولة كده منطقية وما حخش في أي تفاصيل. طبعا طه ومعتز يعني زملائي لهم التحية. دكتور عمر الأمين للأسف الشديد يعني هو زول فنان وكل شيء، لكن ما حصل يعني يعني ما تعرفنا وما بعرفه شخصيا. لكن الكلمة الشاذة إنه هو دكتور، يعني دكتور عمر الأمين إنه دكتور حطلع منها دي طبعا. عرفت كيف؟ خلاص الفنان دين ما دكاترة هو دكتور. الفنان عمر الأمين. الفنان من عمر الأمين. لا أنت قلت دكتور خلاص. طبعا أنا بحترم ذكاء الضيف بعض المرات، يعني بقوم بحتمد إجابته. يعني بتحتمدها والله يا دكتور. اختاري دكتور عمر الأمين. لا أنا اخترت دكتور لأنه يعني يمكن لسببين، هو احتمال يعني خلينا نقول إنه هو أحدث
من الـ من الـ من طه ومن ستايل برضه ممكن يكون. لا هو نفس على فكره الستايلات تقريبا متشابهه يعني. انا بحب الستايلات دي شديد لانها هي طبعا بتناسبني اللي هي الستايلات الجيتارات والغنى الحديث يعني عموما. فخلينا نقول انه هو احدث يعني في الزمن، لكن طبعا معتز وطه من ما شاء الله من بدري شديد بعدين، بالاضافه لانه هو قاري طب يعني. بس كويس، ادينا السؤال الاخير. مش ولا ما قاري طب؟ لا دكتور، لازم ازكى عليك يا ودكتوره طبعا، دكتوره طبعا. طيب استخرج الكلمه الشاذه. منتصر هلاليه، حسين الصادق، محمد الجزار. طيب انت قاعد تعزل لي في جماعه زملائي، لا في دكتور ولا في مهندس ولا طيب ديور. اليوم التحيه برضو شديد، منتصر وحسين ومحمد الجزار. الغريبه الثلاثه هم، افتكر الثلاثه هم عندهم الملكة بتاعت العزف، إذا ما خاني التعبير في حسين. أنا ما أعرف حسين، لكن يمكن في اثنين. الكلمة الشاذة حسين الصادق. حسين؟ أي ليه؟ حسين؟ لأنه منتصر هلالي ومحمد الجزار الاثنين دخلوا في هندسة الصوت. يعني أنا بعرف إنه الاثنين عندهم استديوهات صوت. أيوه. تقريبا. فهما الاثنين ملمين بالهندسة الصوتية وبالتفاصيل الدقيقة جدا في 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 الميوزك يعني. أيوه. أي لكن حسين صادق طبعا ما شاء الله عليه، زول فنان وحاجاته جميلة كلها. لكن ما عارفة، هل أنا طبعا ما لقيته قريب والله عشان أعرف تفاصيل حاجة زي دي، لكن أنا اللي بعرفهم قريبين لي جزار ومنتصر هلالية، مهتمين جدا بالتفاصيل، مهتمين جدا بالتوزيع. يعني جزار ومنتصر بيوزعوا براهم. انا بالمناسبه برضه بحب الحاجه دي شديد، بحب التوزيع شديد، فعارفه تماما يعني الناس اللي بتحب التوزيع. جزار تفاصيل غناه بيهتم جدا بالتوزيع، كذلك منتصر هلاليه هم بنفسهم هم اللي بيوزعوا، لكن ما اعتقد حسين الصادق هو بيوزع بنفسه يعني الغنى يعني. تمام. وبيهتموا بالفوكالز اللي هو يعني اقول لك شنو، بيحبوا يعملوا الهمهمات اللي هي بتكون باصواتهم هم واصوات غيرهم، بيهتموا بالتفاصيل. أيوة. دي في الغنى بورا يعني. أيوة. بالخلفيات بتاعت الاغنيه الاغاني بتاعتهم، لو سمعتها ودققتها في التفاصيل تحس بهم انهم بيهتموا بتفاصيل التوزيع والاصوات اللي هي مثلا بتلقى الاغنيه شغاله حاجات ثانيه. أيوة. بالاصوات. أيوة. انا طبعا يا جماعه ما زولا مزيكاتيه شديد ولا زولا ما دارسه موسيقى، لكن الحاجات دي يعني من كويس من طيب السترة كده. انتهيتي من قارورتين. أيه. باقي لك واحدة. ماشية كبيرة كده. ماشية في أمانة الله لحد هسه ما عندك أي عودة. عليك الله مش كويس. ودي ليه كبيرة كده يا؟ ما عارف والله. أسئلتها كثيرة وحالتها صعبة كده. ربنا بس يستر زي ما بيقولوا. أنا دي الأسئلة المباشرة. طيب. دي لا نعم ولا أجب. طيب أها. الفن كان أحد الأسباب التي قادت لتدمير حياتك الزوجية. إطلاقاً. إطلاقاً. ما في أي علاقة بين يعني انفصالي بالقصة دي، أنا انفصالي كان بأسباب تانية خالص. بعيدة تماماً. إطلاقاً، ما عندها أي علاقة بالفن. ما عندها علاقة بالفن. لا لا. نهائي. إطلاقاً. ما هو لما شافني في التلفزيون. طيب. وانا اساسا يعني ما بغني في حفلات. طبعا الناس الجمهور اغلبه عارف المعلومه دي انه انا ما بطلع يعني اعراس ولا كده. انا عندي مبدا يعني مع الشباب في الحياه، او اول ما دخلت الفن عندي مبدا يعني انا ما فنانه حفلات، باحترامي لكل الفنانين يعني والفنانات اللي بيطلعوا حفلات اعراس وكده. انا عندي اتجاهات معينه في الفن، هواية يعني، أنا فن بعتبره هواية. فأكيد يعني هذه ما هي ما كان مفترض إنها تقوم تأثر في حياتي الزوجية، ولكن انفصالي لأسباب جوهرية ثانية ما عندها أي علاقة. نحن ذاتنا ما عندنا بها أي علاقة، نحن بتهمنا لو كانت بالفن يعني بس. طيب نحن حادثي ماشيين بسلام يعني. بدأت بثنائية مع شقيقك وليد هندي، واستطعت وبذكاء تحسدين عليه من الاستفادة من إمكانيات صوته العالية في تقديم نفسك للجمهور كفنانة. يعني وليد ده صوته جميل وزول غناية، انت قمتي
اتكلت عليه كده، على الموضوع ده كده وسحبتي بالراحه استربتي كده بعد. والله يا اخي سؤال سؤال ذكي كويس. انا اول حاجه ليه والتحيه شديد شديد وليد اخوي وحبيبي وصاحبي جدا. على فكره انا اخواني كلهم اصحابي شديد يعني، الحمد لله على النعمه دي. مهند ووليد وإيهاب ومهند برضه مهند برضه زول فنان وعندي معه تجارب، فخلينا نتكلم في وليد. طيب وليد اخوي هو يعني اللي فتح عيوني على موضوع الفن ده، عشان نكون كلنا عارفين او الناس طبعا اغلبها هي عارفه الموضوع ده، وليد اخوي الكبير. فلما كنا صغار كده بنقوم ندندن مع بعض كده، وهو كان بيعزف العود، ويعني شقاوتنا مع بعض كده خلتنا احنا ذاتنا نهتم بالتفاصيل، انه نحن يعني ما كنا خدتين الموضوع جدي. على فكره ما خدت الموضوع جدي انه انا اكون خش الفن وكلام ده، فجاتنا فرصه بتاعت انه نعمل كاسيت في الامارات اللي هي شركه صوت الجزيره، سمعونا قبل كده احنا كنا في النادي السوداني بنقدم فقره، فسمعونا فقالوا يا اخي الولد والبنت ديل عايزين احنا نعمل ثنائيه شريطنا احنا، اول تجربه لنا غنائيه او اول تسجيل لنا كاسيت اسمه مقبوله منك، كان افتكر 2002. فالشريط ده يعني انا حتى كنت في تردد صراحه، انا يمكن ما عارفه الكلام ده يمكن اول مره اقوله ما متذكره، لكن انا كنت متردده لانه يعني طبعا نظره المجتمع للفنانه شويه كده فيها يعني حبه ريبه كده، فانا كنت خايفه من الحته دي شديد، لانه انا من زمان يعني بكون حريصه كده على انه ما بحب، يعني انا من طبعتي ما بحب المغامرات ولا بحب اللغط الكثير فيني يعني. فكنت خايفه، ولقيت تشجيع من اهلي، امي ومن ابوي الله يديهم العافيه، ومن وليد اخوي اي. فعملنا الشريط والشريط نجح يعني نجاح شديد يعني، فكانت نقطه الانطلاقه. وليد اخوي من الاصوات الجميله جدا جدا، اتظلم مع شغله خلاه بعيد من الفن، لكن هسه شويه رجع يعني، كان شغال في طيران الاتحاد مضيف او فكان طاير دائما ما فاضي. أيوة. فانا برجع للنقطه بتاعت انه انا سلقت او مثلا استفدت يعني استفدت انا ممكن اقبل استفدت دي، انا استفدت جدا، مش استفدت هو اللي علمني الغنى ذاته، لكن اتسلقت او مثلا ظهرت بناء على لا دي شويه شنو فيها ظلم. ليه؟ لانه كل صوت فينا كان بجماله، يعني مثلا الشريط الناس كلها انتبهت لصوت وليد وانتبهت لصوتي، وكان حاجه جميله جدا جدا. وانا والله برجع بقول انه وليد اخوي اتظلم بسبب الوظيفه يعني او شغله، وانا متاكده لو كان فضل الموضوع ده كان حيكون احسن مني. تمام، نجي سؤال ثاني. ما استخدمت لوسه المساعدة؟ لا لا انا ماشيه كويس انا طيب. عارف الموضوع ده ما نافع معاك طبعا طيب. انا عارف. لا بالعكس، لا ما نافع معاك فرينا الوسائل دي ذاته الصندوق ده عشان ما نقعد نفر تاني نرجعه كده كويس. يلا يا زول على بركه الله. انت فنانه صاحب الصوت ضعيف جدا، ماذا فعلت لتفادي علاج هذا العيب الخطير؟ طيب صاحبة صوت ضعيف يعني بمعنى شنو؟ ابا كوري طبعا احنا نحن بننقل الحياه المطروحه برا يعني. لا طبعا اكيد بتاعنا. لا ما بالعكس ده سؤال هو بيلاقيني. طيب انا صوتي يا احمد، عشان انا عارفه انه مثلا الكواريك والاغاني فيها كواريك وحياه زي دي ما بتتناسب معايا، عشان كده انا بختار النوعيه اللي بتلامس صوتي. اللي انت لو ملاحظ انه انا بختار نوعيه سوفت، حتى الغنى بغني بالراحه، طبيعه صوتي كده. هو ما خلينا نقول انه هو ما ضعف بقدر ما انه صوتي بالراحه يعني، ما انا ما درجه صوتي ما الصوت او الطبقه ما الصوت البيكوريك. ما في ناس عندهم طبقات صوت يعني، او الصوت مصنف انه صوت قوي، انا صوتي ما قوي. انا بعترف هو ما ضعيف لكن ما قوي يعني، لان انا ممكن اجي اغني لك في اغنيه حماس الكواريك اللي ممكن مثلا يجي يعني، ما عايز اضرب لك امثال بناس، لكن في ناس طبيعه الغنى بتاعته منه بكوركو عشان الحاجه دي تتناسب مع الغنى اللي بيقدمه، مع الحاجه اللي هم مثلا يعني
انت فاهمني على قول منو اسمه جلوان انت فهمتني شفتها فيلا ليوة التحية جلوان دائما الحيوة اي فيعني انا طبيعة صوتي احتمال اكون معك في حتة انه انا يمكن اكون مقلة في التمارين الصوتية فمرات يعني صوتي بيكون بيتعب انا في الحتة دي بقول لك مرات ليه لانه انا ما دائما يعني تلقاني انه انا مثلا بعمل تمارين صوتيه او مثلا ما في فنانين دائما بتلقاهم في حاله بتاع التمارين الصوتيه لا انا الحته دي ما مهتمه بها انا بعترف لكن طبيعه صوتي ما ضعيف ولكن ما الصوت القوي عشان كده انا قاعده اقدم غنى بيتناسب مع طبيعه صوتي تمام يعني ما بحب اكورك في الغنى لو ملاحظ لي يعني. تمام ادينا سؤال ثاني طيب دي ما امسكها ولا شو زي ما كل مره هلا جنبك جيبك طيب. بره الترابيزه هلا بره الترابيزه ايوه تمام طيب انا حذر السؤال ده وحاطلع فاصل اكتبه انا ولا هو مكتوب اوريدي صح لا ممكن تكتبيه لا انا خلاص انت ماما ما انت خليها مكتوبه بس نرفعها اهتمامك بتسريحه شعرك ومكياجك هاي يا اخوانا شعري ماله اكثر من اهتمامك بانتاج الاغنيات الخاصه ده السؤال ده مفكر فيه كده لحد ما نطلع فاصل كويس وترجع تجاوبين على السؤال ده تمام الاعزائي المشاهدين فاصل ونرجع تاني رجعنا تاني الأعزاء المشاهدين ولا زالت معانا الفنانة نسرين هندي قبل ما نطلع الفاصل كان عندنا سؤال اللي هو اهتمام بتسريحة شعرك كويس ومكياجك أكثر الشعر ده ما عليه جمال من اهتمامك لا جميلة هي طبعا أكثر من اهتمامك بإنتاج الأغنيات الخاصة لكن كانت أجمل إنه تهتمي بالأغنية الخاصة أكثر من التسريحة دي طيب عين يا أحمد أول حاجة لا بديك معلومة طيب شفت شعري ده وحاجاتي دي مين الله خلقني من قبل ما اغني ذاته انا زول بهتم الله خلقني كده بهتم بنفسي يعني ما يعني ما عيب ده ما عيب طبعا كويس ما عنده علاقه الموضوع ما عنده علاقه بانتاجي بتاع اغنيات ولا غيره انا زول كده الله خلقني بحب اهتم بنفسي فانا ما عارفه ليه رابطين الموضوع بانه مثلا ده بالاضافه لانه انا بغنائي الخاص انا بغنائي الخاص قاعد عنده هنا كتير خاص عشان انت ما قاعد تسمعه وين زي شنو يلا عيني يا احمد انا بوريك زي شنو هسه هو لو كان هو الخاص ما كانت الناس ركزت مع التتريحه والتياب والكذا والله شوف انا هو عشان انا يلا طيب الفنانات بالمناسبه هسه كله حاجات مقلبه يعني عرفتي بدل ما يطلعوا اغنيه بيطلعوا صور بتصوروا والله بصور انا شوف انا كده والنيو لوك والكذا والكذا يلا ما في غنى ما عندي لا نيو لوك ولا بتاع انا يهودي انا دي بحب من الله خلقني بحب البس حلو بحب اتسرح حلو انا زوله كده طيب غنائي الخاص ده انا زي ما قلت لك انا زوله برجع تاني بكرر لك الموضوع بعمل غنى خاص وعندي غنى خاص السبب او بنزله لكن السبب اللي بيخليه ما يعني انه انا ما بطلع كثير او ما بطلع حفلات عشان الحاجه دي يتداولوها الناس كثير ما انا في النهايه يا احمد برجع تاني وبقول لك انه انا زوله هاويه للفن انا ما محترفه للفن حس الكلام ده وبقوله وقلته كثير جدا انت هاويه انا هاويه للفن انا ما محترفه انا غير محترفه للفن الكلام ده قلته كثير في جرايد وقلته في برامج وبرجع بقوله تاني عشان كده ترديدي الاغنيات ما كثير ما بنسبه الناس المحترفه للفن اللي هي ممكن تردد الاغنيه في اي حته تطلعها بحيث انه الناس تقوم يعني مثلا تسمع الاغنيه دي كان فتحت التلفزيون تسمعها كان مشيت حفله لفلان في عيرس فلاني حتسمعها كان فبالتالي انا علي بعمله انا وفي ناس بالعكس هسي عندك مثلا اقرب مثال عندي انا يمكن اكثر زوله ورددت اغاني ام في الناس دي كلها عندي كميه من اغنيات الام ففي عيد الام تلقى غنائي بتاع عيد الام يعني متداول
وفي كل القنوات. لكن ده ما غنى مرتبط بمناسبة. ما بقول أنا ضربت لك. وين الغنى؟ الغنى الدائم. أنا ضربت لك مثلا. سنين مثلا. ضربت لك مثلا أنا بعمل غناي ما أنا بكتب وبلحن. أنا عندي أغنية اسمها لا حس لا خبر كلماتي والحاني. هذه المشكلة الناس بيقولوا إنك عشان بتكتب وتلحن هذا الكارثة. أنا ما بوريك ليه ليه؟ تكتب وتلحن وتغني. أنا ما بوريك حاجة عين. أنت ما مقتنع. لا مقتنع بالشعرة. لا مقتنع بالملحنين. لا لا لا. أنا ضربت لك مثلا. أنت ما ما أنت ما بالراحة. بالراحة روق المانجا. أنا والله مروق المانجا. طيب. يلا عيني يا أحمد. أنا بضرب لك مثلا. أنا ضربت لك مثلا بأنه أنا عندي نوعية معينة من الغناء مثلا زي عيد الأم. يعني ضربت لك مثلا انه انا بتطرغ لانه انا ممكن اكون يعني انا ما محترفه برضه ما زول بروفيشنال. لا بس اديني اغنيه خاصه كده. بس اديني اغنيه خاصه كده انت شايفه انها هي ممكن تكون وصلت للناس يعني مثلا. انت يا احمد ليه يعني خايف انه مثلا نسرين دي؟ لا ما انا عشان انا اصل معاك لنقطه السؤال ده نمشي السؤال اللي بعديه عرفتي؟ ما هو يا انت تحترفي مني بتهتمي بتسريحه شعرك دي اكثر من غناك. يا اما تديني اغاني عشان انا اقدر برضه يعني انا اقدر امشي من السؤال ده. ما السؤال ده سبق مبتور كده عرفتي بقى ما مفهوم اجابته وين. كيف ما مفهوم اجابته وين؟ انا عندي غنى كثير عندي سنين مرت يعني عندي كميه من الغنى يا احمد. انت ليه ما يعني ما بتفتح اليوتيوب؟ خلاص الغنى ده عندي غنى عندي شريط عندي اغاني. في مشكله كتير. اساسيه في انك توصل الغنى للناس ما قاعد يوصل للناس. ايوه ما بيصل للناس لانه انا ما متداوله. انا ما متداوله الفن كزوله. انا بطلع طوالي حفلات. لا انا ما انت دايره بالفن شنو نسرين؟ ليه دايره بالفن شنو؟ انا زوله بحبه. انا بحب الفن. يعني انت بتحب تغني لروحك مثلا؟ ليه اسي انت شايف انه الجمهور ده مثلا يعني نسرين دي ما محترفين بي؟ خليك من اي حاجه طبعا ما طيب ما انت حسي حاليا الحاجه دي. انا زي ما انه مثلا في ناس بتنتقد برضه في ناس بتحبني كنسرين الفنان. طيب الناس اللي بتحبك دي متوصلون غناك ده يا دندش اسي انا حاليا دار اقول لك اعمل حفل. اعمل لي حفلات لمي فيها جمهور. ليه ما بتعمل حفلات يا اقول لك كلام المنابر وتحت لك منابر كثيرة جدا اغاني واغاني ظهرت فوق ثلاث ولا اربع مرات. صحيح. عرفتي ما طلبت ولا مره قلت لهم بدي اغني اغنية حقتي مثلا بترضي انك تغني غناك عرفتي أستا في الاسافير كويس. لو انت الغنى ده حريص عليه ليه ما بتوزعيه؟ ليه ما بتدي للناس؟ ما في نوافذ بتوزع يعني في ناس معينين في اسامي ما قدرنا نقول عشان نعمل لهم ترويج لكن في اسامي ممكن تسرين. انا نسرين هندي انا عندي الغنى الفلاني بقول لك جيبيها ما في مشكله نوزع عليك. لكن انت يا نسرين ده سؤال حنجيه كده فيما بعد لان لا في سؤال مرتبط. انا بوريك اسي انا يعني ما الا اقعد. انا عندي صفحاتي الشخصيه في الفيسبوك عندي غناي الخاص كويس عندي صفحاتي الشخصيه اللي بنزل فيها كل ما اطلع اغنيه جديده. انت يعني انا ما اقعد اقول للناس تعالوا يا جماعه اسمعوا اغنيه خلاص سمع الاغنيه سمع الاغنيه بتنزل في الاسافير بتنزل في كل حته. عندي اخر اغنيه عملتها عندي اغنيه اسمها ملعون هواي هي ناس كتار جدا سمعوها وعجبتهم بتوزيع ويعني قصه وقريبا حنعمل لها كليب كلنا سمعناها يعني. طيب كلنا سمعناها. طيب لكن الاغنيه الاخيره طيب الاخيره دي تحديدا اهتميتي بها بالمناسبه؟ ما انا بوريك انه انا عين انا ما بكذب عليك. انا عندي في نوع من التقصير أي؟ في نوع من التقصير انت دار تصل الحته أيوة في نوع من التقصير انه انا الاغنيه حتى لو طلعتها يعني مثلا انا عندي مشكله بتاعت انه انت عارفه نسرين اوصف لك لا لا دقيقه اوصف لك اوصلت زي انت عارفه عامله زي شنو يعني الوصف انت عامله زي الام بي 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 بتضع بتلد جناها ده ها ترمي وبتفكه في شارع مترب بتفكه بس والله ده اسوء تشبيه. لا والله بجد عارفه بتضعي بتتحملي المعاناه بتاعت التسع شهور والوحم والقصص والحاجات والهرمونات المتقلبه والمزاج وكده وحتى لحد الوضع وتضعي هذا الطفل كويس معك ها وفي النهايه اقول له بتفكي في الشارع يعني عشان يمشي ابدا والله والله ظلمتني والله ظلمتني والله ظلمتني انا والله العظيم زوله بحب الفن جدا وبحب يعني لكن يمكن انا طرحي يعني للاغاني او تداولي لها ما كثير يمكن دي الحته اللي انا ممكن اوافقك فيها تداولي للاغاني ما كثير لما تنزل وفي حاجه ثانيه قبل قاطعتني انا عندي مشكله ما هي ما خوف لكن انا ما مقتنعه يعني عشان انا اقوم اصور الاغنيه انا باخذ لها يعني تصور معين انه انا مثلا الفيديو كليب ده لازم يكون بمستوى معين عشان يطلع عشان كده انا دائما بتلقاني شنو ما بحبز ان انا اصور الاغنيه لانه دائما يعني انا التصوير اللي انا قاعده اشوفه ما بيرضيني يعني الحياه اللي انا شايفاها مثلا هي تقدر تقول انها اغنيه مصوره ما بقدر اقول لك انه مثلا احنا حاجاتنا ارتقت لانه نبقى فيديو كليب زي الناس البرك وانت عارف براك الامكانيات
عشان انا اقوم اعمل لي مثلا اغنيه فيديو كليب، الحاجه دي دايره وقفه ناس معينين او تمويل معين، صح. عشان انا اطلع لي مثلا بفيديو كليب مشرف يطلع القنوات الخارجيه البرة. لكن احنا اللي بنعمل فيه واللي عندنا ده، انا ما غالبني انا اي اغنيه اطلعها مش اصورها اقف لي تحت شجره ولا اقف لي وراي البحر ولا وراي غابه. والله بتكلم معجب واقعد اعمل كده والف والشجره وبتاع شنو. انا غالبني انت بتتكلم عن حته معينه وانا فهمي في حته ثانيه. ما هو انت مشكلتك هسه انت بتقولي انا هاويه والكلام بيتكلم هو ده احتراف. ما عين ما انت الليل عشان انا اوصل لا لحظه، انا الاحتراف ده اللي هو انه انا اطلع اعراس كويس واكون زوله مسترزق، يعني ال- 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 الفن ده بالنسبه لي مصدر رزق. لا احتراف للموضوع انه انا اكون طوالي طوالي في حالتي انه انا متواجده داخل الوسط الفني. انا ما كده، وانا قلت لك الكلام ده قلت لك من الاول، انا ما زوله محترفه، لكن انا بقول لك انه دي واحده من الحاجات اللي هي ما بتخلي غناي يصل. الليله انا لو عملت مثلا فيديو كليب للاغنيه بيختلف طبعاً. طبعا اكيد بتصل للناس بصوره اكبر وبتصل للناس بسهوله وبسلاسه اكثر. انت انت بتغني عرس، ما هو العرس دي ذاتها بالمناسبه فيها ميزه برغم انها فيها سلبيات فيها ايجابيات. العرس زي ما هو في النهايه بيجيب لك قروش، القروش طيب. انت بتنتج عبر الكليب اللي انت بتحلم انه يكون كده، انت ذاتك ما بتغني عرس يعني. طيب ارجع لك قبل النقطه بتاعه صوتك وما صوتك والحاجات اللي قبل قلتها. انا طبيعه صوتي وطبيعه غناي ذاته ما بتتناسب مع العرس، بالاضافه يعني انت دار تغني انا ذات لا لا لا, لا ما هسي انا ما جاياك انت مشكلتك ما بتدي الزول انا جاياك انا ذات تحديدا. يعني مثلا انت هسي يا اخي مش قاعد في الكرسي ده، في كرسي بريحك وفي كرسي ثاني ما بريحك، صح؟ يعني انت مثلا هسي في ثلاثه كراسي، ثلاثه كراسي مختلفات، في كرسي معين في الثلاثه كراسي ده اللي بيريحك انت بتقعد مرتاح. طيب انا النوعيه بتاعت مثلا يعني التقديم بتاع الاعراس او الغنى بتاع الاعراس والجو العام في الاعراس انا ما برتاح. يعني انا ما انا ما برتاح، مش لانه الناس ما يعني مع احترامي لكل الناس ولا لانه الفنانين، لكن انت في النهايه بتضع نفسك في الحته اللي انت بترتاح فيها. انا الاعراس ما جوي، يعني الجو اجواء بتاعت الاعراس والله كضيفه بمشي وبرقص وبكل وبهيص وكله، لكن لا انا صوتي بيتناسب مع طبيعه الغنى اللي بيطلبوا في الاعراس، ولا انا ذاتي كده تركيبتي كنسرين هندي زوله بتتناسب معايا الاعراس، انا ما برتاح. يعني لازم تغني حفلات جماهيريه، ما انت لازم تلقي تمويل لمشروعك ده، التمويل ده حتجيبه من وين؟ ما هو تلقي لك زول اقتنع بالحاجه دي، زول تقيل عنده قروش كثير، رجل اعمال مقتنع بموهبه نسرين هندي او الدوله ما حتدعمك ولا حتجيب معك طبعا، عرفتي؟ تلقي لك زول فرد. على فكره دي ما مشكلتي انا، بلا مشكله ناس كتير. ما انا بقول كده، لكن طيب ما فكرتي في الحفلات الجماهيريه ليه؟ يعني ليه ما فكرتي فيها؟ ما طيب. جات في بالك مثلا انك يعني عندك معجبين وعندك جمهور يعني، وافتكر انه دارين يدوا لك الدين يعني بيقدروا ما يقدروا ودارين انك تكوني قدامهم، يعني ما فكرتي فيها ليه؟ والله يا اخي فكرت فيها، يعني وسبحان الله كل ما اكون دايره مثلا اشرع في القصه دي بتحصل عكاسات، لكن انا فكرت فيها ولا زلت بفكر فيها والله. يعني الحفلات الجماهيريه دي ما جميله طبعا، جميله طبعا. وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله نسعى في الموضوع ده. طيب اديني سؤال كده، لان السؤال ده احنا قاعدين فيه كتير، السؤال ده حال يعني استهلك مننا زمن استهلك مننا زمن طويل. طيب طيب تجيدنا اداء الاغنيات العربيه اكثر من السودانيه، صح؟ صحيح. طبعا الكلام ده انا قلته كتير، ان شاء الله الناس ما تميل للموضوع ده يعني. والكلام ده برضو برجع وبقول انه بيرجع لنشاتي، صح؟ انا نشاتي في الامارات ونشاتي يعني مع العرب، كان شيء طبيعي انه انا اسمع لهم قبل ما، ولكن حافظت جدا على سودانيتي. ايوه يعني الحمد لله. اول حاجه ودي الحاجه انا والله بتغاظ منها جدا وبقولها، يعني ما حخاف. شفت انا جني وجن زول يطلع برا يهوي لسانه، يعني يجيك بكلام بتاع العرب، انا الحاجه دي انا ما بحبها. ايوه ما بحبها خالص. ما انت يعني دارت يعني شنو؟ احنا انا طلعت لك من الموضوع ده لانه الحته دي انا غايصانه مهمه. اي آه مهمه جدا. يعني انا ممكن واحد يمشي له سنتين يقعد له سنتين او ثلاث سنين ولا 10 سنين يجيك مغير لهجته، صح؟ انا قعدت عمري كله، انا مولوده في الامارات، ما حصل يوم من وقريت معاهم في مدارس واحده، والبنات كلهم بنات العرب. انا بتكلم بلغتي السودانيه، هم اللي يتعلموا لغتي، لانه انا لغتي يعني هم لغتهم صعبه، انا لغتي اسهل من لغتهم، فليه انا امشي للصعب بدل ما هم يجوا للسهل؟ دي واحده. الحاجه الثانيه انا عشان اثبت لك يعني، او اثبت، خلينا يعني نكون منطقيين، على فكره هم صعب جدا انه يغنوا غنانا، صعب جدا. يعني اسي لو جبت اي زول
انا 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 ما ما يعني اعوذ بالله من كلمه انا ما بتكلم عن نفسي عشان الانا، لا انا بس دايره اوصل لك معلومتي انه انا يعني اللهجه لهجتهم دي انا بقدر اديها، كان لهجه مصريه ولا لهجه من بلاد الشام ولا بقت خليجيه. كده بس ادينا حاجه صغيره كده منياتو لهجه، اي لهجه بتحب حبه يعني، يعني مقطع صغير كده طيب عشان نثبت بيان بالعمل نحن. اي ما له نثبت بيان بالعمل. انا بحب طبعا اصاله جدا، انا بس دايره اكمل لك حته معينه لان حنسى ونرجع للغنى. فبقول لك انه يعني الواحد انا بس دايره اثبت انه نحن كسودانيين لهجتنا دي صعبه عليهم، لكن لهجتهم ما صعبه علينا، احنا لهجتنا صعبه عليهم هم. فالواحد كان جبت واحد فيهم ولا اي مثلا فنان ولا فنانه قلت له تعال غني لي حقيبه، والله ما يقدر، والله ما يقدر، حتى لو حاول يغنيها ما حيقدر يجيد المفردات او المخارج بتاعت ال ولا معي في الموضوع ده ولا ما معي يعني. صح حقيقه يعني. طيب انا ممكن اغني لك هغني لك حته من من المصري، وهغني لك حته من المغربي طبعا. اللي هو اللهجه بتاعتهم العجيبه دي. ايوه طيب هغني لاصاله، انا بحب جدا فنانه اصاله. وعلي جرى من مرسيلك علي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى علي جرى من مرسيلك علي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى وعلي جرى علي جرى. يا سلام يا سلام يا الله للمصري تفضلي. يعني دي هدية، أنا دي هدية. دي حلاوة هدية والله. اديك العافية كويس والله. اي اديك حلاوة هدية وخليني حلاوة بتاعت فاصل. اي دي بتاعت فاصل. تمام شكرا لك، خلينا اعلق لك لكن خلينا نطلع فاصل وارجع ثاني. تمام تمام فاصل ونرجع ثاني. رجعنا تاني مع نسرين وعلي جرى. رايتوا يعني انا شخصيا استمتعت ما اكذب عليك بالحاجه دي يعني عرفتي بالمقطع ده اللي هو يعني اثبت لي فعليا انه فعلا انت بتجيدي الغناء الشرقي او العربي بشكل لكن برضو انت قلت لي حاجه، قلت لي في المغربي. أيوة. انا المغربي ده ما شاكي انك يعني تجيديه بنفس الإيجاد الفاتح. والله انا طبعا قبل كده مريت بتجربه او غنيت لي اغنيه اسمها انت باغي يا واحد سعد المجرد. مغربيه سعد المجرد هو سجلتها هي باللهجه البيضاء طبعا مش الغنى بتاعهم، هي البون عندهم الغنى بتاعهم دايما بيقولوا اللهجه البيضاء اللي هو غنى بيكون واضح يعني للناس. واضح وما وشويه كده لكنات. ايوه ايوه أي. حاجه صعبه طبعا على فكره هم من اللهجات الصعبه جدا صعبة أيوة جدا أيوة يعني لهجتهم عموما المغرب العربي ممكن مغاربه لهجتهم صعبه عشان كده بيلجوا بيغنوا باللهجه البيضاء باللهجه البيضاء يعني بيحاولوا يوضحوا كلامهم على اساس أيوة انه شنو طبعا غناهم هم عارفين انه العالم أيوة بيسمعوا صح صح كل حتى يعني الغرب يعني فبيسمعوا الغنى طبعا غناهم جميل جدا انا من عشاق الغنى المغربي او المغرب العربي عموما بسمع جدا يعني شاب خالد شاب مامي سعد المجرد كلهم قاعد احب اسمع لهم شديد فتطرقت لاغنيه بتاعت انت باغيه واحد
والله يا اخي لقت قبول الحمد لله رب العالمين. وحتى الحاجه اللي انا انبسطت منها انه في مغاربه علقوا يعني علقوا وصلتني رسائل انه يعني مبسوطين جدا انه يعني الشعب السوداني يعني بيحبهم ووصلتهم رساله انه يا اخي احنا لانه انا يعني الاغنيه لما طرحتها على شكل يعني ما فيديو لكن هي خدت صورتي وفيها الكلام أيوة. الكلام فمع نهاية الكلام يعني أنا بحيي زميلنا وليد ديمكس اللي هو اللي اشتغل الجرافيك بتاع الأغنية دي فتحت أنا مرسلة تحايا للفنان خاصة وللشعب المغربي عامة يعني طيب فكانت حاجة جميلة تمام خلينا نمشي نشوف الأزيلة لما نسمع منها حاجي في النهاية دي حدالك في البال المغربية تحديدا تمام. عشان شنو أوكي. نشوف أزيلتنا دي عشان بعدين نكفر الحلقة بحاجة حلوة طيب كمان أي أفضل يلا نكفرها بسؤال وكوني زعلانة لا أنا لحد هسه ما زعلانة حاكل حلاوة برضو عيل الدنيا لها طيب أنت فنانة كسولة جدا حتى أن هذا الأمر صار صفة ملازمة لك في كل مجالس الفن معاك والله أي مجلس فن نسرين هندي كسلانة نسرين هندي كسلانة أنت معترفة بالحاجة معترفة والله كذب عليك دي معترفة فعلا كسلانة ما يعني مفروض أكون متحركة أكثر من كده وطبعا يعني هي ما يزول عنده ظروف يعني طبعا كثيرة وإحنا كنساء يعني عموما ما زيكم يعني عندكم هاي قيود هاي طيب اديني سؤال طيب البتاع ده ما بتنتهي قلت كله لا غير اسئلتها ذاته صعبه خلاص خدتها ذاته مقاس كبير كده يعني ده. والله يا بنتي سبحان الله هل فكرت ذات يوم بشكل جاد في الاعتزال؟ مرات كده بتجيني يعني حالات زي دي ايوه فكرتها ولازلت عند تفكيري يعني وممكن في اي لحظه بالمناسبه يعني تبطل الشغل اكيد غيبوهم اي لانه الموجوده الحته دي قاعده في حته معينه كده بس قنبله موقوطه منتظره بس دي بتهددينه ولا انا والله بهددك يا اخوان لما سالتني يا ماما جاوب ولا والله انا جبت كلام غريب ادينا سؤال غير عليك الله دي ذاتها خلاص يعني ذات وانا زدت من البتاعة دي انتهت انتهت بالراحة تكسري علينا كمان انا لاحظ انه انا ما اخترت اي وسيلة مساعدة صح؟ اي شايفك يعني ماشية كويس والله ما عندك عوية لسه في ثاني حاجات كده عندنا اخر حاجة النرد دي بنلعب في النهاية لكن الورقة الاخيرة دي صعبة كانت شكلها كده مش الله يستر بصراحة هل تعانين من عدم الثقة في النفس؟ يعني مع الأصوات الكثيرة في الساحة الفنية الأصوات النسائية طبعا الساحة الفنية بقت يعني أنا فيني ميزة والله والله العظيم والله على ما أقوله شهيد يا أخي أنا بحب الخير للناس يعني أنا ما حصل مرة مثلا يعني والحمد لله والله الحاجة دي ما عين كل الناس أنا غايته عن نفسي أنا بتكلم عن نفسي ما حصل يوم مثلا زعلت عشان واحدة صوتها أحسن مثلا من صوتي ما هو خلاص أنت في النهاية الأصوات دي ما بتختلف طبقات على 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 يعني في كل حاجة أنت كشخصية ذاته بتختلف عن فلانة أو فلان أو فلان أنا ما حصل ما عندي يعني إنه مثلا أزعل عشان فلان أو فلانة مثلا أحسن مني لا بالعكس انا ما بقدم اللي عندي صح انا بقدم صح. الحاجه اللي عندي خلاص ربنا يعني وفقني فيها اهلا وسهلا ما وفقني فيها ان شاء الله اشتغل على نفسي احسن واكثر وماله انا عندي ببغر يعني بفرح انه مثلا يا اخي فلان ده نجح يا اخي يا الله يعني يا ريت مثلا اعمل زيه او يا ريت ابقى زيه لكن الموضوع ما بيأثر في ثقتي بنفسي لا ليه تمام ليه يعني موضوع ليه انا يعني مثلا ازعل عشان فلان مثلا ماله يا اخي ما خلاص اي زول بيرزق وي زول بحاجات وربنا يوفقه وربنا يوفقني انا كمان ربنا يوفق ان شاء الله هاي. طيب انتهينا من الثلاثه قوارب باقي لنا اخر اسئله اللي هي النرد الاسئله دي حنلعبها في ظهر الصندوق انا مضطر اقفل الصندوق ده لو قفلنا الصندوق ده ما حنرجع له ثاني اذا محتاج لحاجه من جوا الصندوق شيليها يعني مثلا مساعده ولا اديني يعني. البنادول ده يعني ولا اديني المناديل لي اول حاجه لان انا خلاص دايره مناديل عرقت ما دايره وسيله مساعده شيلها معاك دايره اديني فانوس جيبوا لها كيس حشيل الصندوق الفانوس ده لذيذ ذاته شكله كويس طيب ها ده شلت الوسيله دي ثاني في حاجه انت ممكن اشيل الوسائل كلها انا ما عارفه ليه السؤال ده ما حبيته ما ارتحت له الحاجه دي ماشي الحاجه في يدك دي ما عارف قلبيها بقى
في شنو ممكن اشيله ثاني؟ فكرة الاحتراف. جيبوا احتراف احترف ب احترف اي اذا يعني. طيب انا ممكن اشيله لكن ممكن اذا ما حبيت استعمله ما حستعمله صح؟ اي لا انا طبعا بس خلاص. لا انا ما اجبر انك تستعمله. ثاني في شيء بشيله؟ اديني حلاوه. طيب يلا بس شكرا جزيلا. الكورة دي والله ياخذي لي الاعصاب ما حاشيلها عشان اتحداك. ما دايره بنادول ما دايره. لا ما دايره اي بنادول. اقفل على كده. اقفل. طيب ارا يلا ساعديني بس افتح البتاع ده صندوقي كده في اليوم. والله جميل يا يلا راح اشيل الصندوق معي. طوالي بعد انتهينا نديك له طوالي. طيب ها راح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يلا الله. موضوع فاهم قلب ليه دول ايش. ايوه اربعه تعرضت للضرب تحت الحزام في برنامج اغاني واغاني. لا ما في كلام زي ده. ضبط تحت الحزام كيف يعني؟ يعني مشاكل عسرات بدوك اغاني انت ما حباها فرضوا عليك تغني. ايوه أغاني. يلا عين اي يلا كدا. شنو يمكن مرتين دي لكن انت ليه سميت الاسم لا انا قلت لك ضربت الحزام دي المؤامرات وال لا عين انا ما لكن انا طلعنا من ضربه الحزام قلت ما في ده انت هنا منه لكن أي. انا المشاكل اللي لقيتها مثلا في البرنامج لا ما في مشاكل والله الحمد لله رب العالمين يعني انا لحد ما اغاني واغاني ده يعني انا سني لي منه ممكن كم سنه لكن والله من ما دخلت لحد ما طلعت لا عندي مؤامرات مع زول ولا عندي مشاكل مع زول ولكن يمكن في نوعيه بتاع غنى يعني مثلا يعني اذا عرضت علي اغنيه زي ما قلت لك الزول لما يقوم يغني غنى ما من توب وما بيشبهه بالحاجه دي بتاثر يعني صح بتاثر تأثر عليك في الحتة دي أنا تعرضت علي أغنية هي تقريباً شكلها حماسية شكلها حماسية والله أنا ما بكذب عليك أنا الحماسي ده يعني مش ما بعرف لا هي موضوع ما منا ما بعرف لكن أنت ما بترتاح أو ما تحس إنه الموضوع ما راكب مع نوعية صوتك أيوة ولا مع حاجاتك اللي بتقدمها فحاولت إني أنا أقوم أقدم الأغنية دي ما نجحت يعني او تحديدا لكن هو برضو انا برجع بقول انه الحاجه لانه اتفاجأت بها في نفس الوقت او ما عملت عليها تمارين او ما برفتها او كده احتمال لو كنت مثلا برفتها او انا ذاتي لو خطف راسي اني انا يا اخي داير اجرب اللون ده احتمال انجح بشكل عام اغنيه الحماسه والدلوكه والحاجات انا ما انا ما بفضلها هو انا ما بقدر اقول لك انه انا مثلا ما حقدر عليها لا انا ما جربتها اخش في القصه دي ومثلا ما خلاص ما سبحان الله انت تخط حاجه في راسك ممكن تنجح فيها لقدام لا انا ما حاولت اقرب اصلا من القصه دي طيب العبي اي واحد الصوفيه في حياه نسرين هندي علاقتك شنو بالصوفيه والله يا اخي انا اهل امي هم سمانيه يعني عموما يعني الاجواء دي اهل امي ناس الشيخ المكرم والشيخ التوم فضل المولى اليوم مني كل الحب والتقدير لأنه ده نوع من الفن تماماً الفن الروحي فأنا بت الحاجات دي بت الناس دي بتلقاني دايماً مع الأجواء الصوفية أو الأجواء الروحية شديد 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 خالص يعني وبعدين على ذكر الذكر والمدايع وكده إحنا قبل كده من بدري شديد يعني كنا من ضمن المجموعات او الجروبات المشاركه في قناه الكوثر او اذاعه الكوثر وقناه ساهور لهم التحيه كلهم فكنا من الناس فتره من الزمن احنا اشتغلنا يعني في الحياه دي كثير جدا ولي مجموعه كبيره من المدايح النبويه عليها افضل الصلاه والسلام العب طيب ثلاثه ده ما له وقفت فيه كثير كده السؤال ده قنبلة ولا شنو هل تقبلين ان تغني امام العازف ايمن الربع الربع له التحيه هو عازف اورج مشهور ومثير للجدل وعنده الصولات وعنده طريقته كده لو اتخطيتي في حفله جابوا لك الربع يعزف معاك تغني والله لو بيعزف بطريقتي الحاجات اللي انا بقولها لو بيعزفها لي بالراحه الكواريك الكثيره دي وقفها اوكي ما في مشكله هو عين هو عنده طريقته جميله جدا يعني طريقته وعمل له بصمه على فكره بالمناسبه الربع ده عمل له بصمه في الحفلات دي كلها بتلقى بصمته بتلقى حاجات عنده برمجه معينه هو اللي اكتشفها ذاته انا ما لقيته في حياتي يعني لكن بسمع بحاجاته بيعملها وكده فاذا هو مثلا
بيعزف بطريقتي اللي انا بقدم بها ما ليه لا، لكن الحاجات الكثيره دي ما اعتقد انه طيب يكون في تمازج يعني بينهم. طيب العب أربعة ده سألناه. قلت أنا. خمسة. هل تتقبلين النقد بصدر رحب؟ أنا بوجه تحية كبيرة جدا للأستاذ سراج الدين مصطفى. هو طبعا كان في بداياتي من أشد المنتقدين لي. يعني بنتقدني كان بشراسة يعني. فإذا بي أتفاجأ يوم من الأيام كانت كنت ضيفة على واحدة من الإذاعات ما قادرة أتذكر قبل سنين يعني أفتكر راديو الرابعة أفتكر، فكانت من المفاجآت الجميلة جدا إني كنت في حوار على الهواء، فمن الحياة كانت جميلة جدا جدا إنه هو يدخل لي على الهواء ويعني سلم علي وحتى اعتذر لي يعني اعتذر لي على إنه هو كان فاهم تجربتي غلط وكان يعني حاسس انه انا زوله ما عندي، فلحد ما هو قام سمعني بالراحه ويتأنى في يعني اداني اضانه زي ما بقولوا وسمعني بروقه وبهداوه وحس انه هو كان فاهمني غلط يعني. ف يعني انا الجميل في الموضوع ده كله انه مش انه مثلا انتقدني بشراسه ولا كده، الجميل في الموضوع انه يعني التواضع يعني الزول يعني حس انه عمل حاجه هي ما صحيحه في حقي وقدام الناس كلها يعتذر لي، يلا الحاجه دي بقدر ما انها هي ممكن تكون بالنسبه له حاجه بسيطه، لكن انا الحاجه دي والله كبيره جدا عندي وانا محترمه جدا في الحته دي وله التحيه يعني استاذنا سراج. اما بالنسبه لانه مثلا انه انا مثلا فارضه نفسي على الوسط وما فارضه نفسي على الوسط، انا الحاجه دي ما بتفق ابدا او ما بوافق على اطلاقا، ده رايي انا عن نفسي. طبعا اي زول حر في رايه حر في نقده ما في اي مشاكل، لكن انا بقول لك انه انا يعني ما فرضت نفسي لسبب انه انا برغم انه انا جيت باجتهادي وبمساعده مجموعه من الناس اولهم عيلتي كلها، يعني انا بوجه لهم الالف تحيه، الوالد واخوي وليد واخوي مهند وبعض من الاساتذه يعني الاجلاء، انا ما بقدر اذكر اسم عشان ما اظلم لاي انسان، وقفوا معي جدا. لكن انت لو ما بقت يعني عندك في حاجه بتميزك الناس ما بتنتبه لك اساسا او ما بيعيروك اي اهتمام. انا جيت اول ما دخلت الوسط الفني دخلت بألبوم الألبوم ده اسمه مقبولة منك، مقبولة منك دي أول أغنية خاصة الناس سمعتها لي، يعني أنا لما جيت دخلت الفن ده أنا بأغنيك الخاصة يعني. أيوة أنا معي أخوي وليد دخلنا أنا دخلت بأغنية خاصة كلمات أستاذنا وليه ألف تحية وكل سنة وأنت طيب أستاذ أحمد فرح شادول وألحان أستاذ هاشم عبد السلام، دي كده بسم الله الرحمن الرحيم أنا دخلت الوسط الفني بألبوم بأغنية خاصة، فكيف انا افرض نفسي يعني في حاجه زي دي، بالاضافه لكمان بيل يا دندش احنا مرينا سريعا على الاغنيات الخاصه انت خلعتني كده، فانت يعني ما عارفه لو متذكر انا السنه اللي فاتت مشاركه في برنامج المايسترو وليهم التحيه كل التيم العامل واستاذي الجليل يوسف الموصل بوجه له الف تحيه، البرنامج معني بتقديم التجارب الشباب ما قدمت خلاله عدد من الأغاني أكثر من 8 أكثر من 8 أغاني، فإذا أنت مثلا تقول إنه مثلا إنه أنا ما عندي غنى خاص فدونك يعني برنامج المايسترو اللي هو السنة اللي فاتت أنا كنت مشاركة فيه البرنامج ما فيه غنى ناس، فيه غناك أنت تجربتك، ف يعني دي كانت واحدة من المحطات المهمة جدا في حياتي برنامج المايسترو لأنه خلاني أسلط الضوء على حاجاتي المخفية أو زي ما أنت بتقول الحاجات اللي هي ما أقرب أغنياتك الخاصة لقلبك شنو؟ لا حس لا خبر بحبها جدا، لا حس لا خبر، وفي أغنية أنا ما 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 يعني أو هي ما لقت لا حس لا خبر قبل ما نفوت حتتها لأن هي كلماتي والحاني عندما أول أغنية ألحنها وأكتبها أنا في حياتي، فبالنسبة لي طبعا يعني زي أول حب كده عندها براء حتة كده براء معينة. الحاجة الثانية وأنا بحيي من هنا أستاذنا إسحاق الحلنقي، في مرة من المرات يعني قبل فترة طويلة جدا في الإمارات هناك
كان دعونا دعانا الأستاذ الكبير تاج مكي برضو له ألف تحية هو وأسرته الكريمة، دعونا لاستقلال احتفال في استقلال لا 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 استقلال السودان اللي بنعمله هناك الجاليات. فمشيت وانطلبت مني أغنية البلوم في فرع غنى. طبعا المسرح وأول مرة في حياتي كنت صغيرة، أول مرة في حياتي ذاتي أقابل لي جمهور بالضخامة دي يعني. فغنيت البالون في فرع غنى كان في مدينة العين، فهو طبعا موجود في مدينة العين أستاذنا إسحاق الحلنجي له التحية. فوصلوا الخبر، كان طبعا قدمتها بصورة جميلة عجبت الناس، فوصلوا الخبر إنه يا أخي في بيت صغيرة كده غنت الأغنية بتاعتك بصورة ما عارف شنو بتاع، وبيجوا يعني وروا الكلام ده. فنحن اليوم ده كنا موجودين كده، فاتصل طوالي بأستاذنا تاج مكي قال لي يا أخي أنا دايرة البيت دي دايرة أعرفها. فكان اللقاء في منزل أستاذنا التاج مكي وقال لي كده غنيها لي أسمعها وعجبته جدا، وحتى يعني طبعا حد الآن هي أغنيتي المفضلة البالون في فرع غنى. فقال لي غنيها لي، غنيتها لي، قال لي يا أخي والله الأغنية دي يعني قال لي فيها كلام جميل جدا جدا، حتى قال لي يا أخي اعتبريها بتاعتك وأجمل ما يعني اداني دافع جميل معنوي جميل. كان قال لي يا أخي الأغنية دي خلاص اعتبريها بتاعتك. قمت قلت لي يا أخي ليه انت تديني حق الناس؟ انا دايره حقي. فطبعا هو عنده الارتجال يعني، هو ما شاء الله تبارك الله يعني. فقال لي في نفس التوقيت، بالموضوع ده ما تم له دقيقتين، قال لي لما قلت له يا اخي انا دايره حقتي، قام رد عليه قال لي بس اشر انت اطلب وقول، تلقى الروح حولك بتدور، يا طلباتك عندي اوامر لو تطلب لبن العصفور. فانت بتتخيل حاجه دي لزول صغير واول مره وشاعر كبير، وشو الحياه دي عملت لي صدمه كده غريبه. وقام يعني استاذنا تجمكي لحن لي فتغنت في اقل في نفس القعده حاجه كده اتكتبت واتلحنت واتغنت. فلهم الف تحيه طيب ليك التحيه انت برضو. احنا في خواتيم البرنامج لكن باقي لي سؤال. الله يستر من السؤال ما حتلعبي، لانه باقي لي سؤال واحد اللي هو فنانة تضعين لها ألف حساب يعني من زميلاتنا؟ أيوة أضع لها ألف حساب في شنو؟ في الفن يعني؟ أيوة. ولا في نفسها ولا في شنو؟ في الفن. ما عندي فنانة بضع لها ألف حساب نهائي إطلاقا. ما قلت لك هسي أنا، أنت لو الملاحظة أنا سؤالي ده جاوبت لك قبل شوية يعني، قلت لك أي زول لو لقيتها في مسرح ممكن تفكري ألف مرة قبل ما، لو أنتوا بتغنوا الاثنين لقيتها في مسرح تفكري ألف مرة وتراجعي غناك ألف مرة وتتريسي وتقري قرآن ياسين أيوة قبل ما تطلع المسرح. لا 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 ما عندنا والله كلام زي ده. صغة بنفسك عالية. لا يعني هو ما بزلت صغة بقدر ما إنه أنت مقتنع قنوع يعني، أنا قنوعة بالحتة دي يعني شنو، حتى لو أنا والله ما عارفة الناس دي أي زول طبعا بيفكر بطريقته، لكن أنا الليلة يعني الجمهور القاعد ده ما فيه جمهوري وفيه جمهور زميلتي وفيه جمهور يعني الجمهور ده ما انت الليله بحب فلانه وانا والله فلانه يا اخي ما بحبها لله في لله كده. فانا بطلع للناس اللي بتسمع لي، ليه اعمل حساب مثلا منها واكرهها واقول لا؟ طيب ما عندي كلام زي ده. طيب احنا انتهينا؟ انتهينا يا اخي والله انا المفروض اجي ياسين هسه. لكن عندنا حاجة قبل ما، عندنا حاجة كبيرة مذكرة ولا نسيها شكلي كده دار تزوغي منها. لا لا أزوغ منها لشي، أنا اللي طرحت عليك أزوغ منها ليه. نحن دي حتكون ختام حلقتنا الليلة. أنا شاكر لك يعني كثير جدا جدا تشريفك لنا الليلة وسعدنا بك يعني والله. ومزيد من التوفيق ومزيد من النجاحات ان شاء الله، وان شاء الله اكون اتوفقت انا ذاتي في ارائي لا او يعني حاجاتي وقدرت اوصل جزء من اللبس الحاصل للناس. ويا اخي عفوا لي حتى لو كان في تقصير لكل الناس اللي بتحب تسمع نسرين واللي ما بحبوا يسمعوا نسرين برضه بوصل لهم الف تحيه وقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ولو في اي تقصير مني عفوا لي طبعا، اكيد البني ادم لا يعصم من الخطا، واكيد في ظروف وفي حاجات كثيره بتخلينا ما قادرين نتواصل يعني بصورة المطلوبة يعني. أنا شاكرة لك جدا يا دندش، ومبسوطة جدا جدا بالعصر العصرتني لها دي برضو. مبسوطة شديد، ومبسوطة أن أنا أكون في قناة، أنا ما تضحك فما بضحك معك، في قناة أنغام. أنا مبسوطة شديد، وبقول لكل الناس اللي بيسمعونا كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم. أنت باغية واحد، ربنا ما يخدكم في محل يعني. يلا أنت باغية واحد. طيب انت بغي واحد
يكون دم بارد ساكن دي مجاميد غلطي ما يدويش ناب عليه العشرة ما يعودش الهدرة يكون راجل مرة لنا بزاف على دويش وانت باغي واحد يكون دم بارد ساكن دي مجاميد غلطي ما يدويش ناب عليه العشرة ما يعودش الهدرة يكون راجل اللي مرة القلب الزاف على درويش ملقش ليك ما تلق ليا بالزاف علي وصايب تلعب بيا ملقش ليك ما تلق ليا شكو بالزاف علي ونعيب الدار. يا سلام يا أخي يا سلام. أنا طولت من هذا الأغنية يعني على الختام الجميل ده. الله يخليك. شكرا لك كثير. سلام يا دندش. شكرا لكم الأعزاء المشاهدين، كانت حلقتنا الليلة من الصندوق، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله، تكونوا في أمان الله.